Now, does that make sense to you that the Muhammad, peace be upon him, is a prophet sent by God? Yes. Now, what was our agreement? That if I could agree with those three things, that I would be Muslim. Exactly. يقول بدأنا نسألهم لماذا أقبلتم على الإسلام؟ قالوا بسبب أحداث غزة. جاءت إلينا الآنسة كونستانس من فرنسا حتى تشير إسلامها في مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بدبي. تفضلي سنلقنك الشهادتين. Vous allez prononcer la profession de la foi, inshallah. فرنسية هذه الأخت لما دارت الحجاب ودارت الخمار الأم انتها طردتها من البيت. ستعلن أمامكم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شباب أوروبا يدخلون في دين الله أفواجا. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Can I bear witness that Muhammad? Muhammad is the messenger. Is the messenger of Allah. Of Allah. In Arabic, أشهدُ. أشهدُ. أن. أن. لا. لا. إلها. إلها. إلا. إلا. الله. الله. Let's say it in Arabic. أشهدُ. 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 أن لا. الله إله إلا الله الله و أشهد أشهد أن محمدا محمدا رسول رسول الله 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 يقول رئيس المنظمات الإسلامية في أوروبا عبد الله بن منصور لم نرى إقبالا على الإسلام كما نراه بعد أحداث غزة. أشهد أن لا لا إله إله إلا إلا لا لا وأشهد أشهد أشهد أن محمدا ومحمدا رسول الله رسول الله. اللهم ثبتها على الإيمان. اللهم ثبتها على الإسلام. اللهم ثبتها على الإحسان. يقول كان يسلم في اليوم حوالي 80 شخص، بعد أحداث غزة صار يسلم في اليوم الواحد حوالي 400 شخص. أشهد أن لا إله إلا الله. أن لا إله إلا الله. إلا الله. إلا الله. وأشهد وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. رسول الله. إنهم يسلمون لأنهم إذا عرفوا الإسلام وعرفوا حقيقته لا يتمالكون أنفسهم. الأخ هنا بيقول إن هذه المسلمة ربنا يحفظها أسلمت مع أنها واجهت في سبيل الإسلام كثير من الصعاب والمشاق والبلايا. أسلمت مع إن أمها طردتها لما لبست الحجاب، ما قالتش مش مشكلة، أصل الحجاب سنة، أصل مش مشكلة ألبس الحجاب يا عم الشيخ، ربنا رب قلوب، هو يعني ربنا هيحاسبني على حتة القماشة دي؟ ما كفاية إن أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلي الصلوات الخمس. لكن هذه المسلمة قبلت أن تطرد من بيت أمها وأن ترمى في الشارع مقابل أن تحافظ على الحجاب الذي علمت أنه من دين رب الأرباب سبحانه وتعالى. لازم نكون عارفين يا جماعة إن المسلمين الجدد دائما ما يكونوا أقوى بكثير من الذين ورثوا الإسلام، وإنهم بيطبقوا الإسلام بحذافيره غالبا، وإنهم عندهم استعداد إنهم يبذلوا في سبيل الإسلام الغالي والرخيص. ليه؟ لأنهم ذاقوا حلاوة هذا الدين، ذاقوا جماله، عرفوا الفرق بين الإسلام وبين الشرك. كلكم راعٍ وكلكم مسؤول. اوعى تفكر إن ربنا هيحاسبك عن نفسك بس، ربنا هيحاسبك عن بنتك، عن تيشيرتاتها، مين اللي اشتراها انت، عن شعرها والكوافير، مين اللي دفع، انت هتحاسب عن ده. فالإنسان ما يغر رش نفسه، ما يضحكش على نفسه، اخوانا ما يضحكش على نفسه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لو كل رجل في بيته ترك بنته على هواها هتفسد المجتمعات. ما فيش حاجه اسمها انا حر. انت حر بالتزامك بشرع الله عز وجل. حدود حريتك
تنتهي مع شرع ربنا وأوامر ربنا ونواهي ربنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن يسوع رسول الله. يسبست مسلمة الحمد لله. هذا كله وصورة الإسلام تشوه يوميا في وسائل الإعلام والأفلام. هذا كله والتي تدخل في الإسلام تعلم أنها تعتنق دينا مضطهدا محاربا عالميا، وتعلم ما ستتعرض له بمجرد أن تضع الحجاب. هذا كله وعامة المسلمين لا يخطر ببالهم أصلا واجب دعوة الآخرين إلى الإسلام. أشهد هل لا إله لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. تكبير. إنهم يسلمون، ما أعظم هذا الدين، إذا حاربوه اشتد وإذا تركوه امتد. دين يأبى الله إلا أن يظل موجودا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اللهم ثبتنا على دينك واقبضنا عليه. أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي. لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله. You can say it in English. I bear witness. I bear witness that there is no God. There is no God but Allah. But Allah. And Muhammad. And Muhammad is the messenger. Is the messenger. And the seal of prophets. And the seal of prophets. Of Allah. Of Allah. MashaAllah. MashaAllah. Mabruk. يقول: والعجيب أن هؤلاء الذين يسلمون من الشباب والفتيات، وأكثرهم من الفتيات، فكنا نستغرب حتى يقول: ما أحصيناها الآن في دولة واحدة مثل فرنسا، من أسلم من أحداث غزة إلى اليوم أكثر من 20,000 من الشباب والفتيات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Je m'appelle Alison. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Je m'appelle Isabelle. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Je m'appelle Corinne. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Je m'appelle Marie. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Je m'appelle Tiffany. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يقول: سبحان الله، حتى ما كنا نقبل نكتب شهادة لمن دون 18 إلا بحضور والديه. أشهد أشهد أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله وأن وهنا محمدا محمدا رسول الله رسول الله وأن محمدا محمدا رسول الله رسول الله. فتاة ألمانية تبكي بحرقة بعد أن أقنعت والدتها باعتناق الإسلام. أتعلمون لماذا تبكي بهذه الطريقة؟ أشهد أشهد أن لا لا إله إله إلا الله إلا الله. يقول: الذي استغربنا منه أن بعض الشباب يعلم هذا، يأتي ومعه والداه ووالداه يوقعان ويشهدان على أن ابنهم أو ابنتهم قد أصبحوا مسلمين. بالأمس أخوتنا من بني جدتنا يحيون هذه الليلة بالمعاصي وبالمجون وبالخمور وبالسفور،
ونحن اليوم نستقبل فرنسية تعتز بالإسلام. هذه بنت فرنسية ترتدي الحجاب قبل ما غادي تدخل الإسلام بسنة وهي صافرة روحها، قالت لأن في الحجاب وفي الستر راحة وفي الحشمة والحجاب راحة. رسالة للمسلمات، رسالة لأخواتنا اللي حشمانا بالحجاب وحشمانا بالستر وحشمانا بالطاعة وحشمانا بالقرب من الله جل وعلا. ها هي دروس دائما نلقن إياها من طرف هؤلاء. بالله عليك بنت يعني سبحان الله تدمع، ما الذي يدمعها؟ ما الذي يبكيها؟ هو إيمانها بالله جل وعلا. إن الله إذا أراد بعبد خيرا قذف في قلبه نورا. رسالة واضحة، سبحان الذي لا إله غيره. تصور وتصوري صدمة هذه المسلمة الغربية التي تصرخ بهذا السؤال: أين أنت عنا يا من ولدت مسلمة؟ فتتفاجأ بأن هذه المسلمة قد بدأت تسلك نفس الطريق الذي فرت المسلمة الغربية منه. تصر المسلمة أصلا على خوض التجربة بكامل فصولها بدل أن تتعظ بغيرها، بل ومن هن من تترك الإسلام وترتد عنه، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عايز الناس الحلوة اللي بتتابع عائشة تدعي لها، ادعو المولى سبحانه وتعالى حينما أراد أن يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم قال له: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فاللي يكلمها يكلمها كلام إيجابي، لأن النهاردة كل واحد حر في تصرفاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. انتشر هذا المقطع للأب الكريم وهو ينصح المتابعين بأن يدعو لابنته وهي بتطلع على البثوث المباشرة، يعني مظهرة لشعرها وجسمها وتخرج بهذا المنظر. فهو بيقول اللي عايز يكلمها يكلمها إنه يدعي لها ويكلمها كلام إيجابي. أنا لا أدري صراحة ما هو الكلام الإيجابي اللي المفروض الناس تكلمه لبنتك. يعني مثلا يقولها ما شاء الله عليك حلوة مثلا، يقولوا لها أحسنتي يا عائشة اخلعي أكتر أو اكشفي أكتر، أم إن الكلام الإيجابي اللي حينفع في الدنيا قبل الآخرة هو أن ينصحها الناس وأن يبينوا لها أن تتقي الله وتستر نفسها. المقطع ده انتشر وكتير من الناس نشرته على أنه شفتوا الأب المتفاهم، شفتوا الأب الكيوت الجميل، وهذا الكلام خطأ إخوان. الله عز وجل ماذا أوصى نبيه صلى الله عليه وسلم؟ قال الله في القرآن الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فالله أمر نبيه بأن يقوم بدوره في نصح زوجاته وبناته ويبلغ الرسالة لنساء المؤمنين بأن كل النساء مطلوب منهن أن يدنين عليهن من جلابيبهن. فكون أن الأب يرضى بابنته أنها تطلع بشعرها أو رقبتها باينة وجزء من أعلى صدرها باين وهي قاعدة في بث مباشر ويقول هي حرة عن تصرفاتها، ده كلام لا يجوز شرعا وليس في الإسلام هذه المعاني. ما فيش حاجة اسمها هي حرة عن تصرفاتها. بنتك ما دامت في بيتك فهي مسؤولة منك وأنت المحاسب أمام الله عنها، ودورك في حياة البنت ليس مجرد وزير مالية أو وزير تموين تجيب فلوس وتأكل وتشرب. دورك في حياة البنت هو النصح والإرشاد والتوجيه والمنع إذا أخطأت أو وقعت فيما يغضب الله عز وجل. ما تبقاش البنت قاعدة في البث المباشر مصدر فتنة للناس وتظهر نفسها وتتغزل في الناس وفي الشباب والشباب يعكسوها، وحضرتك تقول للناس قولوا للبنت كلام إيجابي. رسول الله وهو خير مني ومنك وهو أفضل مني ومنك، الله جل جلاله أوصاه بأن يقول لنسائه وبناته ولنساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، إن المرأة تغطي نفسها. فهل قمت أنت أيها الأب الكريم بهذا الدور مع بنتك؟ هل قلت لها يا بنتي أدني عليك جلبابك وغطي نفسك زي ما ربنا وصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن قلت لي نعم أنا قلت، أقول لك طيب على أي أساس قلت لها أن تغطي نفسها ثم سمحت لها أن تواجه
وجه الجمهور وهي غير مغطاة، وهي كشف نفسها، كشف شعرها وكشف وجهها وكشف جسمها، هل ده يجوز شرعا يا عم الشيخ؟ لا يجوز شرعا. فلا تلبسوا ما تقعون فيه من أخطاء شرعية لباس الشريعة. الواحد فينا بيعمل غلط يقر إنه بيعمل، قول أنا مش قادر أتحكم في بنتي، قول أنا مش قادر أمشي كلمتي على بنتي، قول أنا بنتي مش مقتنعة بكلامي لأني سقطت من عينها، فهي كل ما أقول لها يا بنتي اعملي كذا تقول لي أنت تعمل لي فيها شيخ عم الشيخ، مش لما تبقى أنت الأول ملتزم ممكن تقول كده، لما تقول الله جل وعلا يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، نعم ده مقام الدعوة إلى الله، لكن أنت في مقام المسؤولية يا مولانا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، فأنت في مقام المسؤولية، مقام الدعوة والعظة دي المفترض أن تربيت البنت أصلا إنها لما تطلع كده في السن ده تكون بنت ملتزمة متدينة محبة للحجاب وللدين، على الأقل ما تفتحش بسوس وهي متبرجة، يعني لا تجاهر بالمعصية، حتى لو هي مش محجبة ما تجاهرش بالمعصية. فمقامك ليس مقام الدعوة، مقامك هو مقام المسؤولية، أنت مسؤول، فأعدد لنفسك جوابا لما تقف بين يدي ربك ويقول لك علمت أن ابنتك عائشة تجلس في بث مباشر وهي كاشفة لشعرها متبرجة وأنت عارف إن ده حرام، هتقول أصلا أنا كنت مستني إن ربنا يهديها لوحد، لا لازم تاخد بالأسباب، أقل سبب يعين هذه البنت على هداية أن تمنع من البثوث المباشرة دي، تطلع بث مباشر يا عم الشيخ وهي متبرجة كده بالمنظر ده وتقول ادعو لها بالهداية، طب ما تاخد أنت بأسباب الهداية وتمنعها الأول وتعرفها إنه إحنا ما عندناش بنات بتطلع متبرجة، ما عندناش بنات بينفع تظهر شعرها، أنت لو مت النهاردة هتموتي وأنت عليكي غضب ربنا، ما عندناش بنات بتغازل شباب في البثوث المباشرة، لما البنت تتعلم المعاني دي هتاخد بأسباب الهداية، لا أنا سايبها تاخد حريتها وأقول ادعو لها، نكمل معاك. ولكن نحن مقيدون بشرع الله سبحانه وتعالى، بس ربنا قال برضه النخلة لم تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يبقى أنا عليا كأب أنصح وأدعي لهم إن ربنا يرزقهم التقى والصلاح والعفاف. أنا شيء طبيعي إن أنا مش راضي عن ولد عائشة، مش راضي ليه؟ لأن دي بنتي وأنا بحب بنتي، وأي راجل عنده كرامة ونخوة رجولة وما فيش عنده حاجة من الدياثة لابد وأن لا يرضى على عدم حجابة ابنتي. جميل جدا، أنت مش راضي عن وضع بنتك، طيب أين المنع يا مولانا؟ أنت حضرتك مش راضي، طب أنت شايف المنظر اللي أنت قاعد فيه مع بنتك دلوقتي، هل هذا منظر إنسان مش راضي؟ سامحني ما تزعلش مني والله، أنا أريد لك الخير وأحبه لك وأنت في مقام والدي، لكن هل ده وضع واحد مش راضي؟ طالع في البث بتتكلم مع جمهور بنتك وساند إيدك عليها وبتتكلم وعادي، فين المنع؟ ما هو دليل عدم الرضا المنع، إن أنا أمنع، ما فيش عندي يا بنت، أنت مش عايزة تلبسي الحجاب ما تلبسيش، بس مش تطلع بره البيت، مثلاً مش عايزة تلبسي الحجاب براحتك، بس مش تعملي بثوث مباشرة، مش هتكلمي الناس وأنت بالشكل ده، مش هسيبك ابدا تضعي راسي في الطين ابدا، مش هيحصل، ده اسلوب من اساليب التربيه ان انا اعلم بنتي، لا ما ينفعش، انما اقول انا مش راضي ثم انا نفسي اطلع اكلم جمهور بنتي في صفحتها واقول لهم ادعوا لبنتي، يا مولانا جمهور بنتك كل اللي بيشوفوا بنتك دول داخلين علشان خاطر يتفرجوا على الجمال والحلاوه، انت راجل كنت شاب وانا شاب وكلنا مررنا بهذه الفترات وانت عارف الناس بتفكر ازاي، دورك في بيتك مع ابنتك ليس دور ناصح، دور مسؤول، والمسؤول يقيم مسؤوليته، زي مثلا محافظ عايز يعمل طريق ما بيطبطبش على الناس عشان يعمل الطريق، طريق هيعمله يعني هيعمله، ليه؟ لانه مسؤول وهيعمل الطريق، كذلك انت مسؤول عن بنتك، والله لا ادخل النار بسببك ابدا، لا ادخل النار بسببك ابدا، لا يمكن اسمح لك بهذا، الله عز وجل يقول في القرآن الكريم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الله يوصيك أن تنقذ نفسك وأهل بيتك من النار، لما تعمل اللي عليك من النصح والإرشاد والقيام بالمسؤولية والمنع وتيجي بقى البنت تطفش ولا يعني خلاص تتمرد عليك، يبقى أنت خلاص عملت اللي عليك، يبقى أنت عملت اللي عليك، لكن إن الرجل يرضى بفعل ابنته ويرضى لها إنها يعني تهلك نفسها بالشكل ده وتهلك شباب المسلمين، أنت يا مولانا كنت رجلا شابا وعارف نظرة الشباب للمرأة عاملة إزاي، مش هنكدب على بعض، مفيش واحد قاعد في البث المباشر لبنتك عائشة علشان خاطر عايز اخد منها معلومة وانت عارف الكلام ده، كله عمال يتأمل في كذا وفي هيئة كذا وفي شكل كذا، والرجال هذه طبائعهم، احنا هنضحك على بعض، لذلك الله جل جلاله اوصى الرجال والنساء بغض البصر، عشان كده قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، واوصى النساء وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، فهل انت يا مولانا اعنت بنتك انها
تغض بصرها عن الناس؟ طب هل انت اعنت الناس انهم يغضوا بصرهم عن بنتك وهي ابنتك؟ يا مولانا اللي انت بتعمله غلط، ليس فيه كلام وليس بجميل الكلام هتمرر خطأ انت واقع فيه. وطالما حضرتك اعلنت هذا على الملأ وطلعت على صفحة بنتك علشان خاطر تروج للكياتة الدينية الجديدة، لازم نعرف الناس ان ده مش صح، هذا ليس صحيح وليس منهج الاسلام في التعامل مع البنات. اولا البنت تربى من صغرها على الالتزام والتدين، بتتعلم ده من الصغر، ما استناش لما البنت تكبر وتبلغ وتشوف الدنيا وتطلع للجامعة وابدأ اطالبها بالحجاب، مش هترضى لانها ما تربتش عليه. وينشأ ناشئ الفتيان من على ما كان عوده ابوه، تعود بنتك من الصغر وتدربها على الحجاب وعلى الالتزام وكذا واحدة واحدة وتحفظها قرآن، تقوم البنت تلتزم. لما تكبر هي وتبدأ علامات انوثتها تظهر، هي بنفسها تميل الى الستر وانها تغطي نفسها. لكن اهمل تربية عيالي وتربية بناتي على الالتزام والتدين وبعدين في النهاية اقول للناس ادعوا لها بالهداية؟ نعم نسأل الله عز وجل ان يهديها، لكن هناك تفريط في التربية. ثانيا لو انت عملت اللي عليك وربيت والبنت في فترة البلوغ عايزة تخلع حجابها وتمشي بالشكل ده، ما اسمحش ليها، انت مسؤول عنها، والرجل له مسؤولية قانونية ومسؤولية شرعية. والبنت بتكبر وتعظم ابوها وتخاف منه، فتقيم مسؤوليتك وتمشي كلمتك. انا ما عنديش بنات يمشوا في الشارع بدون حجاب، ما عنديش بنت تحمل اسمي تطلع في بث مباشر بدون حجاب شرعي، ما عنديش الكلام ده. انا اموت اولى لي وافضل قبل ما اشوف بنتي بالشكل ده. انا مش مسؤول عني لوحدي، انا مسؤول عني وعنك، كلكم راع وكلكم مسؤول. اوعى تفكر ان ربنا يحاسبك عن نفسك بس، ربنا يحاسبك عن بنتك، عن تيشرتاتها، مين اللي اشتراها انت، عن شعرها والكوافير، مين اللي دفع، انت هتحاسب عن ده. فالانسان ما يغرش نفسه، ما يضحكش على نفسه، اخوانا ما يضحكش على نفسه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لو كل رجل في بيته ترك بنته على هواها هتفسد المجتمعات. مفيش حاجه اسمها انا حر، انت حر بالتزامك بشرع الله عز وجل. حدود حريتك تنتهي مع شرع ربنا وأوامر ربنا ونواهي ربنا. مفيش حاجة اسمها أنا حر. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم للنساء ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. عارف حضرتك إيه تبرج الجاهلية الأولى؟ إن ربنا نهى عنه النساء، ما كانوش بيخلعوا شعرهم زي بنتك كده، يعني ما كانش النساء في الجاهلية الأولى بيتبرجن بهذا الشكل، حتى شعرها رفعه فوق كده وحتى أحمر على شفايفها، كانش بتعمل كده. تبرج الجاهلية الأولى كانت المرأة بتبقى منقبة أو محجبة عادي خالص، بس كانت تظهر شيئا من رقبتها، فتحت عامله نفسها مش واخده بالها، يعني تفتح السبعه اللي هنا دي بس حاجه بسيطه كده تبين بياض جسمها. الله جل جلاله نهى عن هذا فقال ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى، نهي رباني. واحدنا شايف بنته ترك شعرها وترك رقبتها ولبسه ضيق وجسمها كله ظاهر ويقول ادعوا لها بالهدايه؟ اين الترك؟ اين النهي عن ان تترك هذا؟ فين نهيك بنتك انك ما ينفعش، ده انا كسر التليفون ولا اشوفك كده اصلا، امنعك من البث ولا يحدث هذا. طبعا مش معنى كلامي ان انا بقول ضيق على بنتك لحد ما تتفلت منك خالص، مش ده معنى كلامي. معنى كلامي انك لازم اولا تكون بتربي بنتك من صغرها كويس، ثانيا تكون قائم بمسؤوليتك بحيث انك لما تنهى عن شيء بنتك تتوقف عنده، ولما تقول لها حاجه تسمعها لانها بنتك ومسؤوله منك بين يدي الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر اعجبني ومشاركه الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة I love you Allah.